صباح الخير، اهلا بحضراتكم. الناس اللي متعوده تفتح الشبابيك وهي نايمه اكيد حست بالسقعه الغريبه اللي كانت موجوده امبارح بالليل. انخفاض بدرجات الحراره، هواء ساقع، جو مش لايق على اخر شهر مايو وعلى الجو اللي احنا متعودين نشوفه في بدايات الصيف. ايه اللي بيحصل بالظبط في الطقس وايه سر التقلبات الجويه اللي بنشهدها اليومين دول؟ وهل هتستمر هذه التقلبات معانا لفتره طويله ولا الجو هيرجع يستقر مره تانية؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور محمود شاهين، مدير اداره التنبؤات بهيئه الارصاد، اللي دايما منورنا بكل رحابه صدر في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ نهال، صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الخير. ايه سر السقعه وانخفاض درجات الحراره اللي احنا حاسين بيه امبارح، خاصه ان الجو كان بقاله فتره مستقر معانا؟ طبعا كتله هوائيه امتداد مرتفع جوي قادم من جنوب اوروبا عمل اعتدال واضح في درجات الحراره، كلنا بنستشعرها وشفناها امبارح على مدار اليوم، خصوصا في فترات الليل انخفضت درجه الحراره وكانت اقل كمان من المعدلات الطبيعيه. على سبيل المثال القاهرة امبارح سجلت العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى النهاردة مساء أمس وصباح اليوم كانت 18 درجة مئوية. طبعا هذه الانخفاضات في درجات الحرارة مستمرة معانا خلال 48 ساعة القادمين. ما زال المرتفع الجوي هو اللي بيأثر على محافظات شمال البلاد وبيمتد إلى شمال الصعيد ومناطق كمان من جنوب الصعيد، يعمل على استقرار شديد في الأحوال الجوية، تم تدريجيا خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم الأربعاء هتبدأ درجات الحرارة تعاود ارتفاعها الطفيف مرة أخرى، لتتراوح درجات الحرارة على سواحلنا الشمالية ما بين 28 و29 درجة مئوية، وعلى القاهرة والوجه البحري تصل ما بين 33 إلى 35 درجة، وعلى شمال الصعيد ترتفع إلى 38 وجنوب الصعيد إلى 39 و40 درجة مئوية. فطبعا خلال فترات النهار، فترات الليل ما زال الطقس ما بين لطيف إلى معتدل على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. في ظل هذه الاضطرابات الجوية دكتور محمود، هل في احتمالية سقوط أمطار؟ وهل لو في احتمالية، إيه الأماكن المتوقع سقوط أمطار فيها؟ طبعا احنا وفقا لنشرة الأرصاد الجوية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي أصدرناها النهاردة، احنا بنديك فرص سقوط أمطار خفيفة جدا على مناطق دون الأخرى من سواحلنا الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء. هذه الأمطار يعني فرصتها ضعيفة جدا نتيجة وجود منخفض في طبقات الجو العليا بيتزامن مع وجود رياح شمالية غربية فيها كميات من الرطوبة على سطح الأرض، ده بيساعد على تكون بعض السحب واللي شفناها وصلت وامتدت إلى القاهرة مساء أمس وصباح اليوم. هذه السحب يمكن أن تؤدي إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق دون الأخرى زي ما ذكرت لحضرتك من سيناء، ولكنها غير مؤثرة تماما على كافة الأنشطة وغير محسوسة كمان لدى الكثير من المواطنين. طيب هل في ظل هذه الاضطرابات في احتمالية وجود ظاهرة أتربة؟ وهل لو تواجدت الظاهرة دي هتكون كثيفة هتضايق مرضى الحساسية الصدرية ولا هتكون ظاهرة طفيفة؟ إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية نشاط رياح محدود على مناطق من الجمهورية، ولكنها لا ترتقي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما فيش أتربة إن شاء الله، والأجواء مستقرة والرؤية واضحة كمان على كافة الطرق وتسمح بحركة السفر على مدار اليوم في جميع محافظات الجمهورية. إيه طيب زي ما حضرتك عارف في ناس قررت بعد العيد وفي ظل الاستقرار في الجو اللي شفناه الأيام اللي فاتت قررت أن هي تسافر تصيف، هل في ظل هذه الاضطرابات نأجل قرار التصيف ولا الناس تسافر وعادي؟ لا يا فندم، الناس تسافر عادي جدا، أجواء مستقرة، كل شواطئنا المطلة على البحرين المتوسط والأحمر الأجواء فيها مستقرة تماما، وكافة الشواطئ تسمح باستقبال كافة المواطنين، أمواج البحر معتدلة، الرؤية واضحة على الطرق زي ما قلت لحضرتك على مدار اليوم، وتسمح بحركة السفر والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة على البحرين. تقلبات الطقس دي يا دكتور مستمرة معانا لحد إمتى؟ يعني حتى الخمس ست أيام القادمين استقرار في الأحوال الجوية، درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، ما فيش أي ظواهر حرجة أو عنيفة خلال الخمس ست أيام القادمين وفقا للنشرة اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، بشكر حضرتك على هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة. العفو.
خلصت تغطيتنا عن حالة الطقس، انتظرونا دوما في تقارير وتغطيات جديدة على مدار اليوم، وبشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.